احتضنت ساقية سيد يوسف فعاليات الدورة الأربعين للعدوى الريفية المدرسية المغاربي بمشاركة رياضيين من تونس والجزائر وليبيا. وقد شهدت مختلف السباقات المدرجة ضمن هذه الدورة تنافسا كبيرا بين العدائين المشاركين، لتشهد حصول تونس على المرتبة الأولى، فيما حلت الجزائر في المرتبة الثانية وآلت المرتبة الثالثة للفريق الليبي. كان سباق مزيان برشا، الباركور كان كياس معناتها في كل محليه، باركور مزيان. التظاهرة هذه المغاربية هي تظاهرة لتقارب الشعوب والإخاء، لكن فيها زادة نتائج رياضية اللي عندها قيمة، والنتائج اللي هذه ما وصلنا لها الا بعمل استراتيجي، بعمل توافقي بين استاذ التربيه البدنيه، المندوبيات اللي عاونونا برشا، وايضا الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه، وفي بعض الاحيان نحتاج الى الجامعات المختصه في بعض الفنيين والحكام. هذه معناها وقع احيائها بعد انقطاع 3 سنوات، الا انها كانت متميزه السنه بمشاركه معناها متميزه من مختلف الدول، وايضا معناها كان عليها مستوى الفقرات كان التميز، وكان معناها الاقبال والتفاعل، وهذه ديما نؤمن كون الرياضه هي حامله للرساله، واليوم معناها هي رساله اخي ونضال وتعارف وتواصل. الدورة أشرف على فعالياتها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، حيث أكد أهمية أحداث ساقية سيد يوسف في دعم أواصر الأخوة بين الشباب المغاربي، مضيفا أن الرياضة كانت ولا تزال وسيلة تقارب بين الشعوب والأمم، ومعربا عن تطلع الوزارة أن يمتد إشعاع ملتقى ساقية سيد يوسف إلى المستويين العربي والإفريقي. بالنسبة للمستقبل نحاول نزيد ندعموها ونوسعوها حتى للبلدان الأخرى. تعرفوا أنه عندها تاريخ التظاهرة هذه، وتعرفوا تاريخ بتاع 8 فبراير 1958 اللي اختلط فيه دماء يعني شهداء التوانسة والجزائريين. نحن بقطع النظر على هذا المستوى السياسي، نحن نحب التظاهرة هذه يكون عندها إشعاع على المستوى الرياضي وكذلك على المستوى الثقافي. على صعيد آخر، تشهد ساقية سيد يوسف عديد التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية إحياء للذكرى 66 لحوادث الساقية المجيدة.